عبرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن شعورها بالذنب تجاه حبيبها السابق بيت ديفستون بعد كل ما اضطر إلى تحمله من شتائم وإساءات من زوجها السابق كاني ويست. وبالحلقة الأولى من الجزء الجديد من ذا كارداشيانز قالت كيم: لقد كان الذنب ذنبي مر بالكثير بسبب علاقته بي. وبدأت كيم بمعادة ديفستون ببداية عام 2022 بعد ما تقدمت بطلب الطلاق من ويست بالعام الماضي. وكانت النجمة سعيدة جداً بهذه العلاقة قبل ما يتدخل طليقها وينشر العديد من التصريحات المسيئة والغاضبة. وكان كانيه قد نشر شائعات كثيرة عن ديفستون وأخبر أصدقائه أنه بيعاني من مرض الإيدز، كما أنه وصفه بكلام بذيء على وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت المصادر قد أشارت إلى أنه بعد انتهاء علاقة كيم كارداشيان وبيت ديفستون خضع للعلاج من الصدمات اللي تلقاها بسبب تنمر ويست عليه والتعرض له باستمرار، إذ لم تقف مضايقات ويست عند حد الاستفزاز، بل قام بتهديد بيت بشكل غير مباشر بفيديو أغنيته الأخيرة إيزي واللي ظهر فيها وهو عم يحمل نسخة كرتونية من رأسه ويدفنها بالأرض. وتحدثت كيم أيضا عن شعوره بحيال المواعدة بعد ما انتشرت شائعات عن مواعدتها نجم كرة القدم توم برادي وسط تقارير بأنه الاثنين أصبحوا مقربين من بعضهم. وقالت كيم ببرنامجها عن هذا الإطار: حسناً حسناً، أنا عزباء ولست مستعدة للمواعدة وهذا جيد.